يفرض مسألة التعيينات، يفرض سياسة الاختيار، ثم يفرض معايير تقييم الأخطاء. لكن إن احنا في بعض الفقرات التحكيمية نلاقي هذا التحامل على الأهلي، قلت لكم مش هنسكت ومش هنعدي حاجة. وصل الأمر يا أستاذ إبراهيم إن انتقائية الحالات اللي يتعلق عليها بالظبط، ممكن تفوت حالات وتجيب حاجة معينة عشان تخدم. يعني مثل نادي الأهلي في حالات أنا كنت عايز أتفرج عليها وأسمع تعليق الناس عليها، لينا ضربة جزاء من وجهة نظري عايز أشوفها ما تلاقيهاش، ما يجيبوهاش، واخد بالك؟ ويفضل يركز لك على لعبة في وسط الملعب ودخول جامد والقرار الإداري في يعني تضيع وقت في الحاجات. يعني أنا أفهم الرسالات التحليلية بقى في البتاع عشان نتعلم في التحكيم، نركز على الأحداث التي تثير الجدل، مش إنك عمال بتجيب لي حالات الأوت اترمى إزاي ومش من مكانه والكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. إحنا أخطاء مؤثرة لازم نتكلم. بعدين يتقال لك أصل الخط مهندسين بيعملوه صح، بس مهندسين أنا مش ميت عوبة يا بعدين معاك يا إبراهيم مش انت لخبطت والله باخد كلامك جد ما انت لخبطت البغبغان وبغبغت اللخبطان يعني ما